متابعينا متابعي صدى البلد، بنرحب بيكم من عزبه حماده التابعه لمركز ديكيرنس. احنا مع حضراتكم بنواصل يعني تغطيه قصه العريس المختطف كما تم الادعاء في الواقعه. معانا طبعا قريبه وصديقه هيحكي لنا يعني بول كان موجود يوم الزفاف ويحكي بالظبط ايه اللي حصل. نتعرف على حضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احمد عبد المولى صديق، مركز ديكيرنس قريه حماده، وحضرته الأستاذ سمير صادق أخونا وصاحبنا وحبيبنا برضه. الناس المحترمة دي احنا قاعدين قدام المحلات بتاعنا، أنا فاتح محل زي كافيتيريا كده والأستاذ سمير قاعد معايا جنبه محل تليفونات. احكي لنا بقى اللي حصل بالظبط يوم الزفاف. الناس المحترمة معدية إن عايزين يروحوا يوصلوا مثلا عند بيت أحمد ويشوفوا الدنيا هناك فيها إيه، بس طبعا محدش موجود هناك، وأنا قلت لهم الدنيا باين مقفلة هناك. لا مش مفيش حد موجود هناك. الموضوع وما فيه اختصارا يعني كلمتين لله قبل اي حاجه. هو ده احمد من اسبوعين قبل الفرح، هو بحضر للفرح بتاعه، هو كان طبعا الدنيا كلها كانت عارفه ان هو متجوز عرفي، فجه معاه عشان سنها كان صغير. تمام حضرتك. فجه معاد الجواز بتاعها، السن وفي، فمع كتب الكتاب هو حب يعمل فرح ويشهر يعني. هو شغله كده يعني اليوتيوبر وبيصور وكده، فقال اعمل في قاعه واعزم اصحابي واصحاب القنوات وكده وكلام من ده. فطبعا الكل اتجمع وطبعا ثلاث ارباع الفرح كان عنده علم ان هو احمد هيعمل الحركه دي تمثيليه، وربع بس ما عندوش مثلا علم اللي هو الغريب اللي ما يعرفش او حاجه اللي زي اللي قعدوا شيروا الفيديو على الصفحات. بس هو ما اول مره يعني تحصل حركه زي دي، فاحنا ما بنبررش الموقف طبعا. هو لو في غلط من احمد حتى يوصل لمركزه، يوصل لنيابته، يوصل لاي حاجه، يعمل تصريح، وحتى قالوا له اعمل بيعمل، ما تعملش ما يعملش. بس هو ماشي في دماغه، في دماغه ان كان فرحان بقى وبيحاول حضرتك، في دماغه ان هو مقلب زي اللي بيعمله عادي، انا بشتغل ده شغلانته يعني. هو كده الشغل ده معاه بقاله خمس سنين او حاجه زي كده. عمل مواقف شبيهه قبل كده يعني، بيعمل في اي وقت، بيعمل مقلب كل يوم، بيعمل مقلب مع جمعيتهم او كلام من ده. بس مش بالشكل ده. هي جت معاه كده، فما كانش يقصد ان هي توصل معاه للمرحله دي. اللي انا يعني احسه من احمد ان هي ما كانتش توصل معاه للمرحله دي، وربنا يهون عليه ويجعل يا رب حكومتنا كلامها خفيف عليه. وهو برضه لازم يعرف ان هي غلطه ويكون قانوننا قانون رؤوف بيه، وما عادش يعمل كده تاني، وتبقى مره وعدت. انت قلت لي انك كنت موجود في العربيه نفسها. العربيه ايه حضرتك؟ اللي هو كان عامل ان هو بيخطفوه فيها وكده يعني. لا حضرتك مش العربيه. امال ايه بقى كنت موجود فين بقى؟ لا انا سيادتك كنت واقف مع الناس. مع الناس نفسها اللي كانوا بيركبوا العربيه. اما الناس جريهم بقى، خدوا العربيه وجريهم، انا طلعت مع الناس اللي جريوا. اللي بتجري ورا العربيه كان هو تمثيلي يعني. ان هو اتخطف، انا واحد من الربع اللي ما اعرفش على فكره ان هو مقلب. حضرتك انا من ربع. انت نفسك ما تعرفش. لا ما اعرفش والله. بس انا كنت عارف يعني. انت كنت عارف؟ انا كنت عارف ان هو مقلب. سمير كان مفهمك ان هو مقلب. سمير كان معايا. سمير اللي كان عارف ان هو مقلب، كان قال لك ان هو بقى انا هعمل المقلب ده. ان انا هعمل مقلب وهتخطف النهارده، ودي دليل ان هو واقف ما جريش ورا العربيه. قلت لهم يا جدعان النهارده احمد، ورغم الاثنين كانوا واقفين مع بعض طول النهار، قلت له واحمد فعلا كان يعني هو كان قصده يفرحنا، ما كانش قصده ان هو يعمل مقالب ولا حوارات من دي، هي كل الحكايه ان هو يفرحنا وخلاص. بس هي الفرحه جت ايه؟ جت بالشكل غشيم شويه، ما عملش حسابها. لا ما عملش حساب، بس هو انا كنت عارف، واحد من الناس ان انا كنت عارف ان ده مقلب. حتى من اول ما دخلت القاعه انا عارف ان ده، بس المقلب قلب بشكل صعب. هو كان قلب بشكل صعب. هو غلطته ان هو ايه اتغشم فيه. بس هو مش قصده، هو قصده يفرحه. انت قلت الاغلبيه كانوا عارفين ان هو ثلاث ارباع الفرح ان هو مقلب. بقول لحضرتك دي واقف جنبي مني معايا، عارف ان هو مقلب يعني. حتى سمير مستنين ان هو يعمل فيا مقلب هو كمان. ودي دليل ان هو ما جراش. انا جريت ورا العربيه في دماغي. انت اللي كنت بتجري ورا العربيه. في دماغي ان هو اتاخد بصحيح. لان هي تبقى مثلا يعني انت يعني قريب ومعاشره وعارف ان كل مواقفه معظمها مقالب. بس الموقف ده بقى انت نفسك استغربت منه. ما حضرتك يعني انا خدت سمير ورحنا بظروفه، هو قاعد جنب واحد من ابن عمته عرفه، قال له على فكره هيحصل اخر الفرح كذا كذا. سمير ما عرفنيش حاجه زي دي. فانا بالعشم ان احنا كان فاكر انك عرفت من حد تاني، فانت ما جاش في باله يعني. فاحنا مع بعض ساعه ما حصل كده انا جالي ذهول، قلت ما كده
فهو ما يقصدش غلط احنا بامانه ما يقصدش غلط. هو عايز يفرح الكل عامه يعني هو الكل يعني حضرتك حضرتك من جيرانه؟ من جيران كلتنا وعامه بعد في وسطنا وفي وسط حبايبه كتير ودايما يعني على طول شغله المقالب دي يعني بهزار مع بقاله 5 سنين بيشتغل في القصه دي كل مع الكل نحب نضحك ونهزر كل يوم بنسهر مع احمد هنا ونفس النظام ده كده يبقى قاعد ممكن زي عامل زي رامز جلالي وصاروخ يرمي تحت مننا بتاع كده احمد وسمير طول الليل واقفين جنب منه وسمير حتى ما جراش احمد فضل يجري ورا العربيه عادي يسيب ويعمل ليه هو مفكر الموضوع جاد يعني افتكر ان هو حد بيخطفه بجد يعني المنظر طبعا طالع في الفيديو ان هو بيصرخ والعربيه وبيشدوه ففين اللي مش هيفهم يعني طبعا مشاهد عادي يشوف الفيديو يقول لك اه ده في اختطاف بجد ويخوف صحيح حتى ساعتها العربيه بتاع احمد كان فيها العروسه ركبت هي وخدهم مشهم وواحد صاحبه اللي هو محمود صاحبه اللي كان زفيفهم اساسا بالعربيه قلت له نزل العروسه يا عم اطلع ورا نشوف دي في ايه فمحمود يا دوب طلع خطوتين وقال لي يا عم دي مقلب ما ت يعني كان عارف ان هو مقلب هو كمان ما تخضش نفسك قمت انا فتح الباب ونزل قلت له يا عم طب قول لي يا عم وصل قبل الشارع ورجع حتى عرفني فرجع يعني كده مشيش يعني العربيه شويه وراح رجع رجعت اللي بقى الاهل والتاني قعدت اقول لهم حرام عليكم طب حد يقول لي يا ست ان الاخوات والبنات والوالدته لان هم كلهم عيله واحده احنا عيله واحده يا ست ناس طيبين يعني ما فيش منهم اذى ولا في منهم اي حاجه للاساءه لحد هو ده الموقف هي دي الغلطه اللي هو عملها لانه طبعا ما بلغش او قال او عمل تصريح او حاجه زي كده معلش حضرتك يمكن يعني الدور جاي معاه كده من كتر كلام الناس مثلا هو ربنا اللي بيستر بس هو لازم يبقى ياخد لازم تيجي قرصه كده فهي جت مع احمد في كده ما فيش في دماغه انما هو واخد مراته ويروح هو افكر ان انا اعملها كده وارجع اقول لاهلي تاني مثلا الناس حبايبه هو رجع عند القاعه وقال نفس البقين دول قال للناس كلهم يا جماعه كنت بهزر وكده بهزر هو عاملها بحسن نيه ما فيش في دماغه اي حاجه بس الفيديو اتشير بقى الفيديو اتشير ايوه ثواني لان حضرتك كان في ناس كتير يوتيوبرات في قلب القاعه وكل واحد بيصور في زمايله بقى كده وفي زي ما قلت لك مثلا 2 3 ما خدوش بالهم هم رفعوا في ساعتها وقت الحاجه دي رفعوها في يعني مش هو يعني في ناس ثانيه رفعت الفيديو كتير فاتاخد بقى اتشير على صفحات كل اللي ليه صفحه حضرتك اخده فعشان كده خد صدى والناس بدات تتابعه الضجيج اللي ما يعرفوش الحقيقه بس هو اطيب خلق الله لا احمد غلبان احمد غلبان يعني عنده اولاد ايوه مع رقان ومع ايلين كان حضرتك متجوز مره قبل كده برضه وما حصلش نصيب وكان جايب منها رقان وصاحب صاحبه وجدع واتجوز تاني مع ايلين الوقت بنوته زي العسل كانت موجوده في الفرح معاه تلاقيها على ايده شايلها على ايده في الفرح فاحنا ما نطلبش الا من ربنا ومن القضاء ان هو يبقى حنين عليه وان شاء الله تبقى اقل عقوبه لاحمد وان شاء الله ما يبقاش في خساير واحنا بنشكر برضو دولتنا وبنشكر رجال الامن بتاعنا وبنشكر الناس المحترمه كلها اللي احنا المفروض نمشي وراهم ونفهم منهم الحاجه ده هي عقوبتها تودينا لفين وسمعت ان والده تعبان والده تعبان والدته في بسبب الموضوع ده طبعا يعني المستشفى متعلق لها محاليل وكلام من تعبان والدته في المستشفى ايوه في المستشفى حضرتك يمكن في قنوات من السيره مصوره وهي معاها في المستشفى ومعاها كمان دلوقتي بص حضرتك احنا دلوقتي يعني احنا بنتكلم في قصه ان ده وضع اليوتيوبر والمواقع التواصل الاجتماعي بتعمل قلق في بعض الاحيان زي فيديو زي ده شير فعمل قلق يعني للامن وللناس ازاي عريس يتم اختطافه من فرح ودي حاجه طبعا تعتبر حاجه مش حاجه يعني لا توصف يعني تمام انا بستغرب على الحركه حضرتك برضو يعني الحركه اللي اتعملت هو بحكم شغلهم فاهمين هم بيعملوا ايه وعارفين ان الحاجه دي فيها عقوبات وفيها إدانات وفيها الحاجات دي كلها المفروض مثلا احمد كان اخذ الخطوه دي عمل تصريح مثلا لفرحه وعمل تصريح من النيابه امن نفسه حتى لو قالوا له ما تعملش كده مثلا ما كانش عمل كده انما هو ما يدركش عقوبه الموضوع او ما يفهمش مثلا ان هي هتيجي معاه كده انما هو اول مره في حياته بامانه شهاده قدام ربنا يعني ملوش مشاكل او عمل اي حاجات قبل كده من بلا انت برضو جاره جاره ملوش اي حاجه والناس هنا كلها بتحبه والله وهو راجل جدع و...
كل الناس بتحترمه وهو جدع يعني. ده الموقف بقى الوحيد اللي يعتبر يعني عمل فيه ازمه. احنا ما كناش متوقعين كده، بس على فكره هو كان بيضحك وبيلعب معانا يعني، مش حكايه غاوي كده. بقى له فتره على القناه بتاعته بيعمل الحاجات دي كتير يعني بشكل مختلف. لا لا ده ما عدا الاختطاف يعني. لا بعيد عن الاختطاف، بعيد عن اي حاجه فعلا. هو مش حكايه خطف، هو حكايه فعلا ان هو بيضحك معانا بس مش اكتر. مش حكايه اختطاف. فهو حضرتك بقى كلمة أخيرة، نتمنى من ربنا إن هو ياخد بإيده ويخرجه منها إن شاء الله على خير، وبإذن الله خير، وينفع اللي هو فيه دلوقتي خير عن حاجات بعد كده تانية. وإحنا الحمد لله راضيين بقضاء ربنا وراضيين بالقانون، وهو مؤمن بالكلام ده كله، وربنا معاك وربنا يفك كدقتك يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نطلع لنا بالسلامة ونطمن عليه، ويكون قضاءنا حنين عليه باذن الله. وكلمه اخيره للمستمر، شوف اللي عايز يقول. خلاصه الكلام ده ان هو حب يفرحنا، فهو فرحنا وزعل هو في الاخر. فاحنا عايزين من حكومتنا ان هي تترايف معاه، والموضوع كله يعني غلطه منه صحيح، بس ان شاء الله تتحل، وان شاء الله الامور كلها تبقى تمام. واحمد راجل محترم وطول عمره يعني متربي معانا هنا في وسطنا هنا يعني. احمد احنا متربي، الراجل ده اللي مربيه، فهو ما فيش من يعني ما شفناش منه غلط خالص. فهو الفكره كلها ان هو جاي يفرحنا، فرح وفرحنا ورجع زعل. زعل هو في هو سوء تفاهم حضرتك، ما كانش مقصود، بس هي جت كان خايف ربنا عامل معاه كده عشان كان في حاجه اصعب من كده. فان شاء الله خير باذن الله، وهيخرج بالسلامه باذن الله، وهيثبت حسن نيته. شكرا لحضراتكم متابعينا على القناه والله. وشكرا لحضرتك، قعدنا مع حضراتكم برضه عشان شايفينكم كنتوا رايحين هناك، فاحنا حاضرين الدور وحاضرين الموضوع، فقلت لحضرتك ان انا شكرا لحضرتك. شكرا متشكرين. شكرا جزيلا.